باشر عدد من الشباب المتطوعين في مدينة الريحانية التركية سموا أنفسهم فريق كشتبان، باشروا العمل على تجهيز حملات تطوعية تهدف لجمع تبرعات للمحتاجين في سوريا وجنوب تركيا مع بداية دخول فصل الشتاء. التفاصيل في تقرير مراسل تلفزيون سوريا عبادة منصور. محملين بأكياس جمعوها من التبرعات، يعود الشبان إلى مقر عملهم والذي ما زال إلى اليوم هو أحد بيوت المتطوعين. فالفريق المؤلف من عدد من الشبان السوريين الذين اختاروا العمل التطوعي بدأوا أولى حملاتهم في جمع التبرعات وتجهيزها للمحتاجين في تركيا وشمال سوريا، وذلك في مبادرة منهم مع بداية فصل الشتاء. حملتنا هي حملة جمع ملابس لأنه إجا موسم الشتاء مشان الأسر المحتاجة. حملتنا اسمها إيمان بسبب الطفلة السورية اللي ماتت من البرد، ونحن قررنا أي حملة نعملها تكون على اسم الطفل اتضرر من هاي المشاكل. حملتنا هلا بدأنا فيها بالريحانية، جمعنا ملابس وحنوزع على الناس المحتاجة، وكمان حنكملها بسوريا وبمخيماتها. الفريق على بساطة ما بدأ في إنجازه، إلا أنه يطمح من خلال ترتيب المتطوعين وتنسيق أدوار كل واحد منهم بتحصيل كميات كبيرة من التبرعات التي يتم جمعها من الأهالي والشركات، يطمح إلى إعادة تنسيقها وتوزيعها للمحتاجين. الموضوع ببساطة أنه إحنا حاليا عم نجمع ثياب، إحنا حملة صغيرة كتير يمكن إذا تحسن الوضع أكثر وصار في إقبال للتبرع بالثياب أكثر، أكيد يعني مباشرة حننتقل من هون لحتى ننقل للداخل السوري. كثير من الشباب المتطوعين السوريين والمقيمين جنوب تركيا حاولوا خلال الأعوام الأخيرة إطلاق كثير من الحملات الإنسانية التي ساهمت في تأمين قسم من احتياجات السوريين في تركيا وشمال سوريا. عبادة منصور، تلفزيون سوريا، مدينة الريحانية، جنوب تركيا. ولتفاصيل أكثر عن هذه الحملة معنا من مدينة هاتاي التركية مراسلنا عبادة منصور. أهلا بك عبادة، هل تسمعني يا عبادة؟ نعم تسمعني يا عبادة. عبادة، هل من معلومات عن الحملة يمكن أن تخبرنا بها غير التي ذكرها التقرير عن كيفية الحملة، كيف اجتمع الفريق أيضا للعمل عليها؟ طبعا في ولاية هاتاي يوجد عدد كبير من هذه الفرق التي شاهدناها، أو هذا الفريق الذي شاهدناه في التقرير الأخير. هذه الفرق في غالبها هي فرق تطوعية من الشباب الجامعيين وشباب المدارس السوريين صغار السن. هؤلاء الشباب بدأوا بهذه الحملات واعتمدوا على جمع تبرعات من الأهالي والشركات الموجودة في ولاية هاتاي. هذه التبرعات هي قسم منها تبرعات قديمة وقسم منها تبرعات جديدة بهدف إعادة تنظيمها وتنسيقها مرة أخرى وإرسالها إلى الداخل السوري. طبعا هذه التبرعات قسم منها أيضا يتم توزيعه هنا في جنوب تركيا، كما نعلم أن وباء كورونا أثر أيضا على الأسر الموجودة هنا في جنوب تركيا بشكل كبير، وأن قسم كبير من هذه الأسر أساسا الأسر الموجودة هنا في جنوب تركيا هي أسر تعمل بالزراعة وتضررت بشكل كبير من جراء توقف عملها بسبب وباء كورونا. فهذه الفرق تعتمد بشكل أساسي على جمع التبرعات ومن ثم توزيعها مرة أخرى، إما هنا في جنوب تركيا أو في الداخل السوري. طيب عبادة، ذكر أحد الشباب أنه عم يجمعوا ثياب حاليا للشتوية، هل في مواد أخرى وهل في تبرعات مالية؟ بشكل عام الفرق الغير يعني الفرق التي هي لا تتبع لمنظمات دولية أو عالمية تقوم بجمع التبرعات على مستوى بسيط، فالألبسة المستعملة والألبسة التي بحاجة إلى إعادة التدوير يتم تجهيزها مع بداية فصل الشتاء لإرسالها إلى داخل سوريا. كمان نعلم أن داخل سوريا هو يوجد فيه عدد كبير جدا من النازحين وهم بحاجة إلى هذه الألبسة مع بداية فصل الشتاء. هذه الفرق كما ذكرت هي تعتمد على جمع التبرعات، قسم من هذه التبرعات هو يتم جمعه من الأهالي هنا وقسم منها الشركات والمحال، قسم من الألبسة هي ألبسة انتهى موسمها فيتم إرسالها إلى داخل سوريا مع بداية فصل الشتاء.
طب يعني كيف سيتم إدخالها عبادة إلى الداخل؟ هل هناك تنسيق مع فريق ما أو أحد المنظمات؟ هذا الفريق أخبرنا أنه هو سيجمع كميات أكبر من التي شاهدناها في التقرير، ومن ثم سيتعاون مع حتى المنظمات الإنسانية الموجودة في جنوب تركيا لإرسالها إلى الداخل. العام الماضي رصدنا عدة فرق تطوعية موجودة هنا في جنوب تركيا عملت مع الحملة التي أطلقها تلفزيون سوريا وعدد من المنظمات الإنسانية، وقامت هذه الفرق بجمع التبرعات ومن ثم إيصالها إلى هذه الحملة الكبيرة ومن ثم إرسالها إلى الداخل. طبعا أغلب هذه الفرق تقوم بإيصال هذه المساعدات عن طريق منظمات أكبر، لأن إدخال المساعدات إلى داخل سوريا بحاجة إلى منظمات إنسانية مرخصة هنا في جنوب تركيا ليتم إرسال هذه المساعدات إلى داخل سوريا. نعم، شكرا جزيلا لك وبالتوفيق للشباب. طبعا عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من جنوب تركيا.